حضرتك كان معانا من شويه والده الشهيد احمد وجيه شقيقه بقى عمرو اللي هو متاثر جدا بوفاته حابب يعمل مداخله واتصل حيا فنسمعه يعني. اهلا وسهلا عمرو وجيه. اهلا يا عمرو. اهلا وسهلا. مساء الخير يا كابتن مدحت. مساء الانوار يا عمرو. اهلا وسهلا. ومساء الخير على الكابتن عصام عبد المنعم البني ادم المحترم اللي كل الاهلاويه وكل المصريين بتحبه طبعا. ربنا يخليك. الله يخليك يا عمرو. اتفضل يا عمرو. كابتن مدحت انا كنت عايز اوضح كام حاجه كده. اتفضل. لاني يعني للاسف صيغه الكلام بتاع والدتي تقريبا اتفسر غلط. اتفضل يا حبيبي. اولا يا كابتن مدحت مفيش حاجه اسمها أسر الشهداء والألتراس. نعم. أسر الشهداء والألتراس شيء واحد. طبعًا. إخواتنا اللي رجعوا بالسلامة، إحنا فرحنا إن هم رجعوا بالسلامة عشان يجيبوا حق إخواتهم. طبعًا. الدوري يرجع أو الدوري ما يرجعش ده شيء لا يعنينا عشان المفروض إحنا في دولة محترمة. تمام. إن الألتراس أهلاوي أو أسر الشهداء بيطالبوا بعدم رجوع الدوري دلوقتي ده شيء عقلاني ولازم نسمعه لان احنا لازم طبعا نفهم ان حقوق الشهداء ديت لسه ما رجعتش ومفيش قصاص رجع. اتفضل يا عمرو. اتفضل. يا كابتن مدحت اللي عايز يحل يا كابتن مدحت يقعد مع الناس الشباب العقله اللي بتجري عشان تجيب لنا حق اخونا. ما احنا فاتحين والله الباب للحوار على مصراعيه يا عمرو والله مفتوح على مصراعيه. يا كابتن مدحت انت لو حضرتك فاتح الشباك على مصراعيه يا كابتن مدحت تتكلم فين التقاعد بتاع اتحاد الكوره وعدم الرؤيه الواضحه قدام الفيفا والمحكمه الدوليه يا كابتن مدحت. يعني ده امر وده امر يا عمرو. انت الاول يا انا استاذنك عمرو لحظه معلش. هو عمرو اتكلم من تليفون والدته يا ابو المعاطي ولا من تليفونه هو؟ لا يا كابتن مدحت انا والدتي ليلى عبد العزيز بدوي اللي كانت موجوده مع لا انا بس حابب اتاكد ان انت عمرو بالفعل. انا معلش انا اسف يا عمرو اتمنى انا عمري ما سمعت صوتك. انا اسف. انا عمرو وجيه عبد الصادق اخو الشهيد. طب استاذنك يا عمرو بس تخلي الوالده تقول تقول لحد فوق وانت مش تجنب الوالده؟ لا يا كابتن مدحت الوالده كانت لسه عند حضرتك دلوقتي والمفروض راجعه في الطريق. طيب انا اشكرك يا عمرو وجهه نظرك وصلت يا حبيبي اشكرك شكرا جزيلا. وفي النهايه احنا زي ما انت قلت لا يعنينا الدوري يرجع او ما يرجعش واحنا في دوله محترمه وده يكفيني من حوارك واشكرك يا عمرو شكرا جزيلا. اتفضل يا كابتن. هو